بالظبط كده، الاتنين مع بعض اللي هي ايه، روز وكولومز، روز وكولومز. انا مش عايز اكتر من كده، بس تبقوا عارفين عن الفريمز لغايه لما هنبتدي نتكلم ان ديتيلز عليه يوم الحد ان شاء الله. حلو كده؟ طيب دلوقتي لو في برضو اي اسئلة بالنسبة لكل اللي ذكرناه، يا ريت لو ما حدش عنده اي اسئلة يبقى خلاص تمام، عشان بس ايه نخلي دايما الشاتنج بالنسبة للاسئلة وبس، ما ينفعش نخلي البوكس فوق وتحت كأنهم واحد. انهي بوكس فوق وتحت كأنهم واحد؟ اللي هيسأل بره المنهج خليه بس شوية صغيرة كده لغاية بس اللي بيسأله الأسئلة اللي جوه المنهج، بس هو احنا هجاوبه. كل صفحة هتبتدي ب HTML. أيوه كل صفحة منهم هتبتدي ب HTML. ماشي، اللي عندك سؤال اتفضلي. السبميت كان بعيد عن الباقي. طب انت كتبتي ايه يا فاطمة في الكود؟ لو كده ابعتي لي الكود اللي كتبتي ايه. اها قلت له تي دي انبوت. لا بس ده ايه علاقته فين السبميت اساسا؟ انا مش شايف سبميت في اللي انت كتبتيه. طب معلش لو كده، لو كده معلش ابعتي لي بس المشكلة ديت عشان انا اقدر اجاوبك عليها، عشان على الميل بليز. الكورسات والشهادات في برمجة الحاسب اللي تؤهل لسوق العمل هي اساسا طبعا الجزء من الكورسز اللي احنا هنديها في الديزاين، زائد انك بتاخدي بي اتش بي وماي اس كيو ال، يعني لازم تعرفي برمجه وتعرفي داتابيس عشان تكوني مؤهله لسوق العمل اكتر. يعني لجانب الديزاين لازم يكون في الديفلوب، يعني بتستخدمي بي اتش بي او اسب دوت نت او بي اتش بي، الى جانب انك بتتعلمي كمان ازاي تشتغلي على الداتابيس او تكونكتي على الداتابيس. وطبعا الداتابيس الموجودة اللي هي ماي اس كيو ال واوراكل و اس كيو ال سيرفر. لو انا مبرمج مواقع هستخدم في الدمج بي اتش بي. دمج ايه بالظبط؟ على حسب انت تقصد دمج ايه، دمج ملفات مثلا. مش هتعمل فريم؟ لا ممكن تعمل فريم برضو، ايه اللي يمنع؟ مفيش ما يمنع ذلك. الفيسبوك متبرمج بالبي اتش بي. تقصد الانكلود؟ ممكن، ممكن. بالنسبة للداتابيز ان شاء الله باذن الله هيبقى المستوى الثاني، وهيديه المهندس احمد ان شاء الله باذن الله، وده هيكون بعد ما احنا نخلص المستوى الاول مع بعض ان شاء الله. ربنا يستر. البي اتش بي والاسب دوت نت، هو الميزه في البي اتش بي انك هتلاقي فيه اساسا دعم لو انت عندك اي مشكله بالنسبه للبرمجه فيها، وممكن تخش على موقع اللي هو بتاع بي اتش بي دوت نت
التوتوريالز بتاعته ممتازه جدا ومفيده جدا، زائد كمان ان السيرفر اللي بيشتغل عليه البي اتش بي بيكون فري، مش زي الاسب دوت نت تحتاج انك تبقى في سيرفر بفلوس. الريكفري بتاع اللاب اتحذف؟ لا دي معلش مش هقدر افتيك بهذا الامر. من ناحية حماية ايه محمد؟ من ناحية الحماية الاقوى اللي يعني هو طبعا ال PHP قوية والاسب دوت نت قوية، بس هي الركعة اللي بيكتب الكود، الركعة على شطارة ال developer نفسه، بس ال PHP طبعا قوية جدا. وبعدين ميزتها ان هي كمان بتقدر تتعامل مع اكتر من سيرفر، يعني يمكن اكتر شوية من الاسب دوت نت. الدورات اللي في امن وحماية الكمبيوتر دي ممكن تسألوا فيها ادارة المواقع بتاع الدارين. مش عارف هو طب ابعت لكم الكود ده ازاي، يعني معلش في ناس بتقول ارفعه على الميديا فاير. طب ابعتولي طب الرابط علشان خاطر لو كده ابعتلكم من خلالها عليها. طب لو هنا هبتدي اعرف ارفع منين بالظبط؟ انا دخلت على الصفحة دلوقتي بس هي من انهي جزء؟ لا انا عندي خلاص الرابط نفسه خلاص. هو المفروض كده فعلا، هو المفروض انا احسن لو اقدر ارفعه على مثلا ميديا فاير وبعدين نعمل كده. نظام الامتحان هيكون عملي، نظام الامتحان هيكون عملي، انا الارجح هخليه عملي اكتر. طيب في كل الاحوال يا جماعه انا هرفع الحاجات ديت سواء على الميديا فاير او على الفور شيرت، وبعد كده هبعت لكم اللينك بتاعتها من خلال الموقع. تمام اوكي، على اساس ان دي ممكن تاخد وقت شويه، وانا ان شاء الله هوافيكم بالموقع او الصفحه او الصفحه اللي انا هكون رافع عليها الشغل دوت. تمام الامتحان ممكن يبقى زي الفوتينج؟ لا ما احنا الامتحان لو احنا هنعمله عملي يبقى انا بدلكو الامتحان وانتوا بعد كده بتبعتولي الحاجات دي على الميل بتاعي.
او لو انتوا حابين نخليه على الفوت، بس الفوتنج مش هينفع الا بحاجه يعني، مش هتبقى عملي في الحاله دي، هيبقى نظري لو احنا بنعمله على الفوتنج، لان انت بتجاوب من اختيارات. فالاحسن ان احنا نخليه عملي علشان خاطر تستفيدوا بالموضوع اكتر. حتى ممكن برضو انا ممكن ارفع لكم اساسا الامتحان نفسه، مع زي ما هرفع الشغل بتاع النوت بات كله على الميديا فاير مثلا، او على اي حاجه، على الفور شيرت، على اساس انكم برضو، واكون حاطط لكم لينك وتبتدوا تشتغلوا من خلالها. لا ان شاء الله باذن الله ما تقلقوش، هتبقى حاجه خفيفه. وبعدين زي ما قلنا ده الامتحان اوبن بوك اكزام، ده انا بديك الامتحان وانت اللي بتروح تحله وبعدين تجيبه لي، يعني في اكتر من كده. ده انت هتبقى قاعد وفاتح مثلا دبل ثري سكولز، ولو عايز تسال واحد صاحبك، ولو عايز تسال المجموعه اللي معاك، يعني مفيش اي مشكله خالص، لان احنا بنتخيل اكنك انت في الشغل. يعني بالظبط انت قاعد في الشغل بتسال في نقطه معينه هيفيدك الشخص اللي قاعد معاك في الشغل، رئيسك في العمل، اي حاجه. طيب اي اسئله يا جماعه؟ اتفضل، اللي برضه عايز يسأل ممكن يسأل. طبعا اللي ملوش أسئلة يا جماعة يا ريت يطلع، عشان خاطر برضه يستفيد برضه الناس التانية اللي هي عايزة تسأل. ايه سؤال السبميت يا فاطمة؟